يا كاظمي، العراق ولادة، ولكن افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله. لا شك أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكويت جاءت في وقت مناسب جدا اقتصاديا وسياسيا، فقد بحثت بعمق العلاقات الكويتية العراقية وسبل تطويرها والمزيد من الانفتاح على الأشقاء. وفي هذا الشأن يستلهم الرجل من كتابه مسألة العراق المصالحة بين الماضي والمستقبل، أسس تلك العلاقات وكيفية التغلب على ذيول الجريمة النكراء التي ارتكبها صدام حسين ضد الكويت بغزوها في ثاني من أغسطس عام 1990 وما تسببت به من شرخ بين الشعبين الشقيقين. لمسنا في اللقاء مع الرجل إدراكه الجيد لمعنى صلة العراق بجيرانه العرب الذين هم الكساء له، ولذا في حال ابتعد عنهم أصبح عاريا، وابتعادهم عنه يعني ضعفهم في مواجهة المخاطر، فيما العلاقات لا يمكن أن تقوم إلا على المصارحة والمصالحة والعمل المشترك في شتى المجالات خصوصا التنموية منها. فهذه الدولة الكبيرة خارجة من تحديات كبيرة استمرت عقدين من الزمن، وهي بحاجة إلى توسيع دوائر الاستثمار في شتى المجالات. في هذا الشأن نعود إلى مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية الكويتي الذي علق الجميع عليه الآمال العريضة، لا سيما المناطق الحرة والصناعية التي ستفسح في المجال للعراقيين بتخفيف أعباء كبيرة عليهم لجهة الاستيراد والتصدير، خصوصا أن المنطقة الجنوبية عطشة بسبب طول المسافة بينها وبين أماكن الاستيراد، وهي تصل إلى 700 كيلومتر وأكثر، بينما إذا كانت هناك منطقة حرة وأخرى صناعية وموانئ كويتية قريبة من الحدود فالمسافة لن تتعدى 70 كيلومترا، وهو ما يؤدي إلى أحياء جنوب العراق والكويت معا. محادثات الرئيس الكاظمي مع المسؤولين الكويتيين كانت واضحة وصريحة لجهة تعميق التعاون بين البلدين والخروج من نفق الماضي، فالرجل يدرك جيدا أن بلاده عاشت لقرون عدة في مشكلات عويصة، بل منذ حاول النمرود حرق نبي الله إبراهيم عليه السلام، وكما جعل المولى عز وجل تلك النار بردا وسلاما عليه، فأن الانفتاح على الجوار لابد أن ينعكس ازدهارا عليه. فالعراق لم يستقر إلا في عهد الدولة العباسية حيث بنيت بغداد تلك العاصمة العظيمة في ذلك التاريخ، وهي اليوم بحاجة إلى استلهامه من جديد عبر قيادة قادرة وواعية للمخاطر التي تحيق بالبلاد حاليا. لا شك أن الرؤية التي يعمل على تطبيقها الكاظمي لا يمكن أن تقوم إلا بالتعاون بين الداخل والخارج العربي، فالواجب على العراقيين أن يتخلوا عن كل ما يشدهم إلى الماضي الدكتاتوري القريب وأن ينطلقوا إلى المستقبل وفق الإبداعات التي عرفوا بها، فيما على الجوار العربي أن يسعى بجدية للانفتاح على هذه الدولة التي يعمل رئيس حكومتها على مشروع الشام الجديد الذي لا شك سيكون دعامة عربية كبيرة، وأن لا ينقطع هذا الجهد مع انتخاب رئيس وزراء جديد في الانتخابات المقبلة التي لخصها الكاظمي بجملة واضحة: إن العراق دولة ولادة. نعم، يدرك مصطفى الكاظمي جيدا أن بلاده لا يمكن أن تخرج من جلدها العربي ولا مفر لها من كسب جيرانها إلا بالود والتعاون المشترك، فما يهدد العراق يهدد دول الخليج العربية والعكس صحيح.